عودة جديدة للباقة البنفسجية على اكواد الفي اي بي الجديدة. في الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اكواد الفي اي بي واللي بتشتغل على سيرفر الفوريفر او سيرفر الفانكام، وهقول لك كمان مميزات وعيوب الاكواد الجديدة. فلو انت عندك ريسيفر بيحمل سيرفر الفوريفر او سيرفر الفانكام وحابب انك تشترك في كود في اي بي من الاكواد الجديدة، فاتمنى انك تكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل حاجة عن اكواد الفي اي بي الجديدة. واتمنى برضو انك ما تنساش انك تضغط لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو. ولو بتشوفني لاول مره فانا اخوك احمد، واهلا بيك في قناتك قناه احمد ابو طاقيه، واتمنى برضو انك ما تنساش انك تشترك عندي في القناه وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من القناه. ومن غير كلام كتير بقى يا صاحبي، يلا بينا بقى مع بعض نبدا الحلقه. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما الكل يكون بخير. وزي ما قلت لكم في المقدمه ان احنا هنتكلم النهارده عن اكواد الفي اي بي الجديده، وبالاخص ان كود الفي اي بي الجديد يعتبر كود 3 في 1 في اي بي واكواد السوبر الاس بي 1 والاس بي 2. ولكن قبل ما نبدا الفيديو مع بعض احب اقول ملحوظه صغيره حصلت في الفتره اللي فاتت عن سيرفر مارفل واجهزه نوفا. توقف تام لسيرفر مارفل اي بي تي في على كل ريسيفرات اجهزه نوفا في الفتره الحاليه، والموضوع ده بقى له 4 أو 5 ايام قبل تصوير الفيديو بتاع النهارده. وبالتالي اي صديق لينا عنده ريسيفر او جهاز من اجهزه نوفا وكان مفعل عليه سيرفر المارفل اي بي تي في، خلاص كده السيرفر توقف تماما ويبدا ان هو يفعل اي سيرفر اخر بحيث انه يكمل مشاهده على سيرفرات الاي بي تي في ايا كان المحتوى اللي بيحبه، سواء محتوى ترفيهي او محتوى رياضي. وبالنسبه لاجهزه النوفا اللي احنا شرحناها قبل كده هسيب لك كل مراجعتها تحت في صندوق الوصف لو حابب انك تشتري اي ريسيفر من اجهزه نوفا. ولو هنرجع بقى مع بعض لموضوع حلقه النهارده، كود الفي اي بي او كود الفي اي بي الجديد، الكود الثلاثة في واحد او الكود الذي يشمل 3 اكواد في واحد. زي ما انا قلت لك في المقدمه ان الكود ده هيشتغل على سيرفر الفوريفر وسيرفر الفانكام. وبالنسبه لسيرفر الفانكام احنا اتكلمنا عن سيرفر الفانكام وانواع سيرفر الفانكام، هسيب لك فيديو سيرفر الفانكام تحت في صندوق الوصف عشان تتعرف على سيرفر الفانكام وانواع سيرفر الفانكام، وبالاخص لو عندك ريسيفر بيحمل سيرفر الفانكام. زي ما انا قلت لك في المقدمه ان كود الفي اي بي بيشتغل على سيرفرات الفوريفر، ولكن في تطور جديد هنا في موضوع كود الفي اي بي الجديد. قبل كده اكواد الفي اي بي القديمه او كود الاس بي 1 او الاس بي 2 او اكواد السوبر بمعنى اصح كانت بتشتغل على نوع واحد من سيرفر الفوريفر، هو سيرفر الفوريفر اي ام 140 او 141. لو كان عندك فوريفر اي كي اس او فوريفر رقم اقل من كده كانت الاكواد دي ما بتشتغلش نهائيا، وبالتالي حصل تحديث جديد على اكواد الفي اي بي. سواء عندك سيرفر الفوريفر برو 141 او سيرفر الفوريفر العادي او سيرفر الفوريفر اي كي اس، هتقدر تشترك في كود الفي اي بي وتستمتع بكل الباقات اللي بيفتحها كود الفي اي بي، وبالاخص الباقه البنفسجيه على النايل سات 7 غرب. طيب كود الفي اي بي الجديد ده اللي هو الكود الثلاثة في واحد هيفتح البنفسجيه بس؟ لا يا صاحبي، كود الفي اي بي الجديد هيفتح معاك كل الباقات اللي بتيجي على سيرفر الفوريفر الكامل. بمعنى اصح هيفتح معاك البنفسجيه في المقام الاول، وهيفتح معاك الباقه الايطاليه والباقه الالمانيه والباقه البريطانيه على الاسطره 19 شرق او الهوت بيرد 13 شرق. ولكن في تنويه بسيط ما بين سيرفر الفوريفر الكامل او سيرفر الفوريفر العادي. انا قلت لك ان فعلا كود الفي اي بي هيفتح كل الباقات اللي انا اتكلمت عنها من شويه، ولكن على الفوريفر العادي هيفتح معاك الباقه الايطاليه فقط بتقنيه الاس دي على القمر الاوروبي 13 شرق او الهوت بيرد 13 شرق، بالاضافه الى قنوات الباقه البنفسجيه على النايل سات 7 غرب. طيب وبالنسبه لكل اصحابنا واصدقائنا محبين الباقه الجنوب افريقيه بدون ذكر اسمها واللي بتيجي على القمر الصناعي 36 شرق، الباقه هتكون متوفره معاك بعد اشتراكك على كود الفي اي بي. احيانا بتبقى موجوده واحيانا بتبقى مش موجوده او مش شغاله، ولكن في حاله انها تكون شغاله مع كود الفي اي بي هتكون الباقه موجوده معاك كامله ومفيش فيها اي مشكله. ولكن عندنا هنا في مصر او في القاهره او شمال مصر او شمال افريقيا عامه، استقبال القمر 36 شرق اللي عليه الباقه الجنوب افريقيه بيبقى صعب. اللي موجود في جنوب مصر او السودان او تحت بقى في القاره الافريقيه هيقدر يستقبل عادي جدا الباقه الجنوب افريقيه بمجرد اشتراكه في كود الفي اي بي الجديد، ويكون عنده ريسيفر بيحمل سيرفر الفوريفر او سيرفر الفانكام، ولن يتطلب تشغيل الباقه الجنوب افريقيه نوع معين من سيرفر الفوريفر سواء العادي او البرو او الاي ام 140 او ال 141،
اونلاين هتشتغل معاك عادي ومفيش اي مشكله. طيب يا صاحبي، كود الفي اي بي الجديد هل هو مخصص فعلا ان انا لما اشترك فيه هاخد الباقه البنفسجيه والباقات الاخرى فقط، ولا في امكانيات تانية بيتم فتحها على الريسيفر بتاعي بمجرد ما بشترك في الفي اي بي؟ بمجرد يا صاحبي ما بتشترك في كود الفي اي بي الجديد بيتم تفعيل اكتر من خاصيه معاك في الريسيفر بتاعك. يعني اول حاجه بيتم تفعيل سيرفر ابولو اي بي تي في بنفس مده الكود اللي انت بتشترك بيه. يعني لو اشتركت كود شهر هتاخد شهر ابولو اي بي تي في، لو اشتركت 3 شهور هتاخد 3 شهور، لو اشتركت 6 شهور هيتفعل معاك سيرفر الابولو 6 شهور، ولو اشتركت سنه هيتفعل معاك سيرفر الابولو كامل لمده سنه. هل الموضوع برضو مقتصر على الابولو فقط؟ لا، برضو هيفعل معاك الصوتيات، هيفعل معاك خاصيه الاي بي توسات، هيفعل معاك الترجمه الفوريه باللغه العربيه، ودي طبعا تعتبر مكتسبات اشتراكك في كود الفي اي بي الجديد. يعني الموضوع مش مقتصر على باقات تفتح، لا، ده الموضوع كمان بيضيف مميزات وامكانيات للريسيفر بتاعك، سواء انه بيحمل سيرفر الفوريفر العادي او سيرفر الفوريفر برو الاي ام 140 او ال 141. طيب بالنسبه لاصحاب اجهزه سيرفر الفانكام، زي ما قلت لك سيرفر الفانكام بيتقسم لثلاث انواع، وانا شرحت الموضوع ده قبل كده وسايب لك الفيديو بتاعه تحت في الوصف عشان تتعرف اكتر على سيرفر الفانكام وانواع سيرفر الفانكام. طيب لو انت اشتركت بكود في اي بي جديد على ريسيفر بيحمل سيرفر الفانكام، هتاخد كل الامكانيات المكتسبه من اشتراكك في كود الفي اي بي الجديد. يعني هتاخد تفعيل سيرفر الابولو بنفس مده كود الفي اي بي، وهتاخد الصوتيات والترجمه الفوريه باللغه العربيه، وهتاخد الاي بي تو سات او خاصيه الاي بي تو سات. يعني برضو هتاخد نفس المكتسبات اللي بيكتسبها سيرفر الفوريفر من تفعيل كود الفي اي بي الجديد. معروف ان الاكواد القديمه كانت بتطلب سيرفر الفوريفر 140 او ال 141 او الاي ام 141، وده طبعا كان بيعتبر اعلى نسخه من سيرفر الفوريفر، وسيرفر الفوريفر العادي ما كانتش بتشتغل عليه نهائي. وكانت في ميزه من مميزاتها ان انت لما بتضيف كود من الاكواد القديمه على سيرفر الفوريفر كان بيعمل دمج لمده الكود مع مده السيرفر، بمعنى صح لو الكود 3 شهور والسيرفر فيه 10 شهور يبقى انت كده معاك 13 شهر بمجرد ما بتضيف الكود الاضافي. طيب بقى يا صاحبي، الكود الجديد او الفي اي بي الجديد هل لما بتضيفه على سيرفر الفوريفر بيتم دمج المده؟ لا، مع الاسف بيشتغل بمده منفصله. يعني لو عندك 3 شهور فوريفر اصلي موجودين عندك على الجهاز و3 شهور في اي بي، المده اللي معاك الفعليه للاثنين مع بعض 3 شهور. طيب لو معاك سيرفر الفوريفر 10 شهور واشتركت بكود 3 شهور، هتاخد ال 3 شهور وهيستمر برضه ال 3 شهور بتوع سيرفر فوريفر التانيين شغالين معاك، وبمجرد ال 3 شهور الخاصين بكود الفي اي بي ما يخلصوا هيكون متبقي معاك 7 شهور او المده المتبقيه الفعليه من سيرفر الفوريفر. يبقى اول عيب من عيوب الكود الجديد ان هو مش بيدمج المده بتاعته بسيرفر الفوريفر. طيب نظام الاكواد في الاشتراك، في كود شهر وفي 3 شهور وفي 6 شهور وفي سنه، وما زالت بعض المدد المجانيه موجوده في الاشتراكات، بمعنى اصح لو انت اشتركت في كود في اي بي جديد شهر هتاخد 40 يوم، ولو اشتركت في 3 شهور هتاخد 4 شهور، يعني الى حد ما بيديك مده اضافيه زياده على الاشتراك بتاعك. طيب ايه الفرق برضو اللي بين الاكواد القديمه والكود الجديد او الاكواد الجديده؟ الكود القديم كنت بتاخد مده اضافيه وبتاخد صوتيات وبتاخد كل حاجه خاصه بالريسيفر فيما عدا تفعيل سيرفر الابولو، ولكن الكود الجديد هيفعل لك سيرفر الابولو بنفس مده الكود، ودي طبعا ميزه يعتبر كبيره جدا عند اضافه كود الفي اي بي. سعر الكود الاضافي او كود الفي اي بي الاضافي الجديد سعره في السنه الواحده او ال 12 شهر هيتراوح ما بين ال 1100 جنيه مصري الى ال 1300 جنيه مصري على حسب التاجر اللي هيبيع لك الكود، ولو عرفت تشترك في الكود بمبلغ اقل من كده طبعا هتكون انت كسبان، ولكن لو ما عرفتش هتلتزم باسعار التجار الموجوده حاليا، والاسعار فعلا زي ما انا قلت لك هتتراوح ما بين ال 1100 جنيه مصري الى ال 1300 جنيه مصري على حسب التاجر اللي هيبيع لك الكود او اللي انت هتشترك معاه في كود الفي اي بي الجديد. طيب هل في اجهزه معينه انا لازم اجيبها عشان اشغل الكود؟ قلت لك اي جهاز بيحمل سيرفر الفوريفر الاي كي اس او العادي او سيرفر الفوريفر برو ال 140 او ال 141 تقدر تشترك عليه ايا كان اسم الجهاز، واي جهاز بيحمل سيرفر الفانكام تقدر برضو تشترك عليه بكود الفي اي بي الجديد. اي جهاز اختار الجهاز اللي يعجبك واللي يناسبك ماديا تقدر تجيبه وتشترك عليه بكود الفي اي بي الجديد وتستمتع بكل الامكانيات اللي انا اتكلمت عنها النهارده في الحلقه. هل الكود الجديد او كود الفي اي بي الجديد تشترك في الكود ده ولا لا؟
اشترك وانت مطمن ومفيش اي مشكله، لان الكود ده انت هتكتسب من وراه مميزات واضافات للجهاز بتاعك حتى لو البنفسجيه مش موجوده في الكود او ان البنفسجيه اشتغلت لفتره وقفلت. طيب لو عندك مده لسه ما انتهتش في كود قديم انت مشترك فيه ومعاك برضو مده فوريفر لم تنتهي بعد، هل اشترك في الكود الجديد ولا انتظر لما اخلص المده القديمه؟ انتظر لحد ما تخلص المده القديمه في الكود بتاعك وارجع فعل كود جديد لو انت حابب كود الـ VIP العملاق اللي هيضيف لك مميزات عملاقة وكبيرة في الريسيفر اللي عندك. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة. مع السلامة.